أسرة إجلال زكي تظهر لأول مرة على السوشيال ميديا، ابنتها وأحفادها يحملان الكثير من ملامحها. تصدر ظهورهما ترند مؤشرات البحث وتغزل محبو إجلال في جمال أسرتها. ظهرت أسرة الفنانة إجلال زكي لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فطوال الفترة الماضية لم يظهر أي منهم عبر أي وسيلة إعلام أو صحافة. تم تداول صورهم بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثير منهم إعجابهم بملامح أحفاد إجلال، خاصة الحفيدة الصغرى التي تشبهها بشكل كبير. ابنة إجلال زكي من الكاتب نادر أبو الفتوح هي السيدة شيرين، ولدى شيرين ابنتان، الكبيرة تدعى حبيبة والصغرى تدعى مريم، ويبدو أن حفيدتيها ما زالا في مرحلة المراهقة. ورغم موهبة جدتهما الفنية، لكنهما لم يدخلا عالم الفن. إجلال زكي غابت عن الأضواء منذ فترة طويلة، ومنذ سنوات قليلة تم تداول صورة لها بعد غيابها عن الأضواء، وكانت ملامحها متغيرة بشكل كبير عن فترة الشباب التي عرفت فيها بالأناقة والجمال. ولدت إجلال في أسرة مصرية بسيطة عام 1973، وكانت أسرتها بعيدة عن الحياة الفنية، فوالدها كان يعمل طيارة، واختارت أن تكون دراستها الجامعية في كلية الآداب. بدأت إجلال زكي مسيرتها الفنية من خلال برنامج الأطفال الشهير ماما سميحة، عملت بعد ذلك مذيعة في الإذاعة، وكان مسلسل البوسطجي أول أعمالها الدرامية. أدت دور زوجة الأديب طه حسين الفرنسية من خلال فيلم قاهر الظلام، وشاركت في هذا العمل بصوتها فقط. تعتبر مسرحية سك على بناتك واحدة من أشهر أعمالها الفنية، حيث قدمت واحدة من أبناء الفنان فؤاد المهندس. لإجلال زكي 3 زيجات، فكان زوجها الأول الفنان محمد خيري، ثم تزوجت من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين. آخر زيجاتها كانت من الكاتب الشهير نادر أبو الفتوح.